السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الاسم والصفة؟ عبد المجيد عبد الله، المدير الجهوي لقطاع الاتصال لجهة مراكش أسفي. أستاذ متحمس، راح نجمع من الأسئلة. مرحبا. السؤال الأول، وضع الإعلام بالجهة عموما. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي قبل الجواب على هذا السؤال أن أرحب بهذا المؤسسة الإعلامية المحترمة على هذا الحوار اللي شرفتني بالإجراء ديالو معايا كممثل لقطاع الاتصال، وأن أرحب بالسيدة المندوبة الجهوية بهذه جائزة أصوات وللطاقم المرافق لها. إذا بخصوص الوضع الإعلامي على مستوى الجهة، هذا من الأمور اللي منذ التعيين ديالي وتشريفي بتحميل هذه المسؤولية على هذا القطاع على مستوى الجهة، انكببت حول عمل تشخيصي لتشخيص الواقع من أجل رسم الآفاق لهذا القطاع. إذا الجهة ديال مراكش أسفي هي واحد الجهة اللي كتعرف واحد الثراء إعلامي كبير ومتميز وممارسة إعلامية اللي يحق للمهنيين وبكل صراحة وبدون مجاملة أنهم يفتخروا بالممارسة الإعلامية اللي هي سائدة على مستوى الجهة، وأخص بالذكر من اللي كانت تحدث على الثراء والتنوع، هو على مستوى خاصة الصحافة المكتوبة بشقيها الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، ولا أدل على هذا الثراء من كون جهة مراكش أسفي أنها تستحوذ على ما يقرب الربع أو 25% من عدد المواقع الإلكترونية على مستوى الوطني، وهي تالي بذلك جهة الدار البيضاء. جهة الدار البيضاء يعني هنا الأرقام تتحدث عن نفسها، هناك تركيز كبير للصحافة الإلكترونية على مستوى جهة مراكش أسفي. على المستوى الكمي الحمد لله نحن نفتخر بهذا الكم الكبير، وعلى المستوى النوعي كذلك هو مصدر فخر واعتزاز، لأن هناك منابر إعلامية عديدة في الصحافة الورقية والإلكترونية ومتميزة وكتمارس المهنة ديالها بواحد الشكل مهني راقي وتحترم جميع القوانين وأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا. هذا في الشق المتعلق بالصحافة الورقية والمكتوبة. على مستوى الاتصال السمعي البصري، فالجهة كتعرف التواجد وتمثيل للقطب الإعلامي العمومي ممثلا في الإذاعة الوطنية وفي التلفزة الوطنية وفي شركة سوريا دوزان، بالإضافة إلى قنوات إذاعية خاصة واللي هي فرضت نفسها وعرفت واحد النجاح واحد التألق اللي على المستوى اللي ولات الأصداء ديالو كتلقى التقدير حتى على المستوى الوطني. هذا بالإضافة إلى عندما نتحدث عن المشهد، فالمشهد الإعلام والاتصال ليس هو فقط الصحافة الورقية والمكتوبة والإعلام السمعي البصري، ولكن هناك كذلك السينما. وبهذا الخصوص أول شيء يتنظر إلى الدين هو المهرجان الدولي للسينما اللي هو أصبح مهرجان عنده سمعة دولية، وكل نسخه بما فيها النسخة الأخيرة حققت نجاحا مبهرا واستقطبت مجموعة من عمالقة السينما على المستوى العالمي. وهناك مهرجانات محلية بمختلف عملات وأقاليم المنطقة في مهرجانات سينمائية لمتخصصة في أنواع ما من السينما، في هناك سينما الفيلم القصير، سينما الرواية، سينما مجموعة تكاد بدون استثناء جميع عملات المنطقة تعرف مهرجانات. هذا بالإضافة إلى مؤسسة التكوين.
فإن التكوين في مجال الإعلام والاتصال تعلمون بأنه هو في حاجة إلى كفاءات مكونة تكوينا مهنيا ولها ثقافة عامة وإلمام بقواعد الممارسة الإعلامية. والحمد لله هناك معاهد التكوين، معاهد لن نذكرها بالاسم لان اغلبها معاهد خاصه، ولكن في الاتصال السمعي البصري والصحه المكتوبه هناك معاهد تؤدي مهمتها بنجاح، بالاضافه الى اجازات مهنيه في جامعه القاضي عياض، الجامعه المرموقه جامعه القاضي عياض، اللي حتى هي تخرج واحد المجموعه من الكفاءات في مجال مهن السينما. اذا في المجمل القول هو ان المشهد هو مشهد لائق ومشهد مرضي، ولكن هذا ما كيمنعش بأنه من باب الموضوعية نقول بأن هناك ربما ثغرات، هناك نقائص، الصورة ليست بدرجة الكمال، ولهذا وهذا هو اللي كيجعلنا وكيعطينا التحفيز اللازم باش بدلوا أكثر من خلال قطاع الاتصال والمديرية من أجل النهوض بهذا القطاع على مستوى الجهة وتجويده وزيادة في الحكمة ديالو والرقي به إلى المستوى اللي يليق بجهة مراكش كجهة من الجهات المهمة على المستوى الوطني. شكرا. السؤال الثاني، كيف وجدتم صلة تعامل عموم الأشخاص الذين يمارسون الإعلام بأنواعه مع القانون الجديد 1388؟ على مستوى جهة مراكش أسفي، ربما الحمد لله هذا ماشي مجاملة للإخوة المهنيين ديال الإعلام والاتصال، هذه شهادة صدق كنقولها أن منذ التعيين ديالي، رغم حدث هذا التعيين هذا على مستوى الجهة اللي هو كان في المنتصف الثاني من سنة 2018، الحمد لله وفقني الله في أنني ما صادفت مهنيين في مستوى المسؤولية وفي مستوى المهنية وفي مستوى الوعي، فهناك كان هناك ترحيب كبير بالمدونة الجديدة للصحافة والنشر اللي هي عبارة على ثلاث نصوص قانونية 183 و 313، ورحبوا به ليس من باب الترحيب المجامل، ولكن رحبوا به نظرا لوعيهم بأنه هذا القانون هذا هو أصل في الأصل هو قانون منبثق عنهم، وأشركوا على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي في بلورة هذا القانون هذا، وهما واعيين، أغلبية الصحفيين المهنيين على مستوى الجهة واعيين بأن هذا القانون هذا سيكون له شأن كبير في تنظيم المهنة وفي الرقي بها وفي الرقي بأداء المهنيين وفي ضمان تقديم جميع الضمانات لممارسة مهنة الصحافة بكل حرية وبكل مسؤولية، وتحفظ حقوق الصحفي وتلزمه بواجباته وبنفسه مقتنع بها، لأن الصحفيين الذين صادفتهم الحمد لله بمدينة مراكش هم صحفيين مهنيين ولهم باع طويل ومنهم من راكم عشرات السنوات عقود من السنوات في هذه الممارسة، وربما لن أبالغ إلى قلت بأنهم هم أساتذة في المجال، هناك مجموعة من المهنيين اللي لم يفاجئني الأمر وإنما اكتشفت أساتذة في المجال من الخبرة اللي راكموها. هذا لا يمنع بأنه هناك مجموعة من الصحفيين والإعلاميين اللي هما ما نقدروش نسميهم بعد التسمية ديال صحفيين مهنيين، لأنهم في منطوق القانون الجديد ما كيستوفيوش هاد الشروط وما حايزينش على بطاقة الصحافة المهنية اللي كتقول لهم هاد الصفة هادي، ولكن كانوا كيمارسوا هاد الإعلام هذا، والعدد الكبير منهم ربما الاستثناءات نادرة وقليلة جدا، حتى هما واحد الناس اللي هما شغوفين بهذه المهنة وولجوها عن حب وكيمارسوها بكل مهنية، ولكن
من الناحيه القانونيه شاءت القوانين الجديده انهم اللي هي جات باش ترفع من يعطى قيمة أكبر لهذه المهنة والمهنيين أنهم كيستوفوش هذا الشروط هذو، وأغلبيتهم تعاملوا بكل أريحية مع هذا القانون هذا، وعملوا وبذلوا جهودات كبيرة وجبارة من أجل الملائمة مع هذا القانون هذا كما كانت تقتضي ذلك المادة 125 من قانون 183 اللي كانت ألزمت المهنيين بالملائمة مع هذا القانون هذا في مدة حددها القانون في سنة، ومنهم العدد الكبير اللي توفقوا على مستوى الجهه انهم تلاقوا مع القانون، واللي راه حسب الاحصائيات الرسميه اللي كانت موضوع بلاغ السيد وزير الثقافه والاتصال قطاع الاتصال اللي حددها في 29 من البار اللي توفقت انها تدير الملائمه، وهذا ماشي شيء اللي سهل، هذا كيعبر على التمسك ديال هاد المهنيين بمهنتهم وبالحب ديالهم وبالتزامهم بالقانون، لانهم هما واعيين ومدركين بانه كل فيه خير كبير لهذه المهنه وللمهنيين. ربما ستكون كما قلت لكم حالات نادره واستثنائيه جدا اللي تعاملوا مع الموضوع بتشنج، ومن وجهه نظرهم التي اؤكد بان وجهه نظر تحترم، لان احنا الاختلاف وارد والاختلاف رحمة كما نقول، وجهة نظرهم تحترم وصوتهم يسمع والمجال مفتوح لإسماع صوتهم على أعلى مستوى، والسيد الوزير مشكور لا يدع أي فرصة للاستماع لأصواتهم من أجل إبداء رأيهم. هذه الآراء اللي هما كيتمسكوا بأنهم من حقهم وكيدفعون بدفوعات وهذا، ولكن احنا ما كنقولوش بانهم هما هذا، ولكن احنا هذا قانون افرزه ومنبثق على توافق، وكان تبلور من بعد نقاش كبير ومستفيض ولجنه حكماء واستشاره عريضه ونقاش عمومي كبير، وهاد الشروط هذه اللي هما كيشوفوها مجحفه، احنا ما راه هذا قانون، والقانون هو ملزم وخضع جميع المساطر ديال التشريع وصوت عليه في غرفه البرلمان، يعني عنده القوه الالزاميه ديالو. فهاد الاخوان هادو، حنا هاد الاخوان هادو، حنا دائما كنقول لهم بان نحن نضع كقطاع نضع انفسنا على نشرتهم لتقديم المشوره والنص والراي، ولناخذ بيدهم من اجل استكمال الشروط اللي كينص عليها القانون وتشجيعهم في هذا من اجل الملائمه مع القانون هذا، لان في نهايه المطاف هو قانون هما راه واعيين في قرار نفسهم بان هذا قانون لصالح المهنه ولصالح المهنيين، وسيحسن المهنه والمهنيين، وغادي يعطي المهنيين القيمه اللي كيستحقوها، وكيعطي الصحفي القيمه اللي كيستحقها والتقدير اللازم. فاذا احنا ما الحمد لله ما كنتعاملوش بشي ردود الافعال مع الاراء المختلفه، ونحاول ما استطعنا ان نبين وجهه النظر من الناحيه القانونيه الصرفه، ونحن نعمل سويا ان شاء الله للوصول الى هاد الممارسه الاعلاميه اللي كنعاود ناكد بانه هاد الاخوان اللي ما توفرش فيهم الشروط وهذو غير متلائمين، كنعاود ناكد بان منهم واحد المجموعه من المنابر الاعلاميه اللي هي مهنيه ومحترمه، وستكون خساره كبرى مثلا الى فقد القطاع. حنا هذا قطاع محتاج للكفاءات ومحتاج للتجربه المهنيه، يعني راه ما كاينش على ما اعتقد شخصيا، وهذا القوانين الحمد لله جات بهدف واحد ووحيد، هو الرقي بالمهنه وبالمهنيين وضمانه الممارسه الاعلاميه الحره والمسؤوله، ولم تاتي هذه القوانين لتقصي احدا. نعم أستاذ، في نظرك ماذا وفرت أو توفر وزارة الاتصال المتمثلة في المديرية الجهوية لمهن الصحافة والإعلام سمع البصر في ظل القانون الجديد؟ هذا من المسؤوليات اللي ملقات ولا موضوع على عاتق القطاع الاتصال،
بمقتضى المرسوم الصادر في 2008 اللي كيحدد اختصاصات القطاع، من الاختصاصات الأصيلة والمهمة للوزارة هو هاد مسألة من الأمور اللي هي هناك مجموعة من الاختصاصات، ولكن باش نقفصوا الموضوع هو أنه هاد الاختصاصات كتمارس على مستوى الجهة بناء على قرار السيد الوزير ديال 2010. اختصاصات القطاع كيمارسوها المدراء الجهويين، ومن هذه الاختصاصات اللي هي أصيلة للقطاع كيمارسها المدراء الجهويين هي النهوض بالإعلام والاتصال على مستوى الجهة. هذا النهوض بالإعلام على مستوى الجهة كيمر عبر مجموعة من البوابات أو مجموعة من المداخل. هذا المدخل الأول هو أولا توفير المعلومة القانونية، تقديم المعلومة القانونية، توفير النصوص القانونية، تقديم الاستشارة للمهنيين، التواصل مع المهنيين، الاستماع إلى آرائهم، الإجابة على الأسئلة ديالهم. وفي مرحلة أخرى هناك مسؤولية هذه محددها المرسوم اللي تحدثنا عليه، مرسوم 2008، ومحددها القرار ديال السيد الوزير اللي كيعطي للمديرية الجهة ومجموعة الاختصاصات دور ديال 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 تكوين المهنيين والصحفيين في مجال الصحافة، سواء تعلق الأمر بالوعي أو الثقافة القانونية، توعيتهم بالنصوص القانونية المقدرة للمهنة، تنظيم ورشات تكوينية في مجال الصحافة، في مهن الصحافة، في التحرير، في الروبورتاج، في التقنيات، في الصحافة الإلكترونية، في كل ما هو مهني صرف. وهذا احنا كمديرين احنا ملزمون في حقيقة الأمر أننا كنصدروا برامج ديال التكوين سنوية اللي كتخضع للمصادقة ديال السيد الوزير، وكان نعملوا ما استطعنا على تفعيلها من أجل تقديم تكوين لائق للصحفي المهني يستجيبوا لحاجياتهم ولتطلعاتهم. وهذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الإشعاعية واللقاءات الدراسية والأيام التواصلية بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، لأن ليست القطاع كما تعلمون هو المسؤول بالدرجة الأولى على تنظيم القطاع ديال الإعلام والاتصال، ولكن هذا الأمر يعني مجموعة من المتدخلين. لذلك نحن نلجأ إلى مجموعة من الشراكات مع الجامعات، مع المؤسسة التكوين، مع هذا، من أجل تقديم هذه الأمور. هذا بالإضافة إلى ذلك كان نقوم وسنقوم إن شاء الله وفي البرنامج ديال العمل ديالنا حنا مستمرين مع مجموعة من الأمور، أننا نقوم بواحد مجموعة من الأنشطة الإشعاعية، وأننا غادي نساهموا في تقديم خدمات اجتماعية للصحفيين من خلال مثلا الامر اللي هو وارد في مخطط عمل الوزاره ديال 2017-2020 من خلال تعميم تجربه بناء دور الصحافه. وهذا المكان اللي غادي يكون مكان تجمع ديال الصحفيين وغادي يعطيهم واحد المناقشات المواضيع ديالهم وعقد الاجتماعات ديالهم والتشاور وتبادل وجهات النظر. هذا وهناك عدة مشاريع طموحة سنعلن عنها في وقتها إن شاء الله، اللي إن شاء الله كلنا أمل ويحدنا أمل كبير في أنه إن شاء الله أنها تستجيب لتطلعات المهنيين، وغادي تسعى إن شاء الله في الرقي بالعمل ديالهم وبأعضائهم الاجتماعية إن شاء الله. نعم أستاذ، هناك ادعاءات برجعية قانون الملائمة بحيث سيعود الوضع على ما كان عليه، أو أن الإصلاح سيعود أدراجه حتى مراجعة هذا القانون لأجل غير مسمى، ما رأيكم في هذا القول؟ هذا أنا لما تحدثت سابقا على وجهة نظر بعض الأشخاص اللي كيمارسوا ولا زالوا مع الأسف يمارسون هذه المهنة دون الملائمة مع القانون الجديد، من
سبق ان قلت باننا احنا نصغي للوجهة النظرية ومن وجهة النظر اللي والدفعات اللي كيدفعوا بها هو المسألة اللي ديال عدم الرجعة ديال القانون. انا ليس تواضعا مني غادي نقول لك بان انا بحكم مسؤوليتي وهذا واجب علي انني نكون مطلع على القوانين اللي كتأطر القطاع اللي غنكملو، ولكن في نهاية المطاف انا لست خبيرا قانونيا، فهذا النقاش هذا يتأثر عليه في الوقت الراهن أنني نقول، لأنه أصلا هذا اختصاص أصيل المحكمة لو بين في إطار فصل السلطات هذا القضاء الدولي يقدم بالتفاعل مسألة ديال الرجعية وعدم الرجعية، وهذا هو ما يمكن يتقال. أما فيما يتعلق بأنه بالحديث عن سيتم التراجع عن القانون وسيعود الأمر إلى ما هو عليه، صدقوني لا، قلت لكم أنا على مستوى هنايا كمسؤول جهوي رسميا أؤكد لكم حرص السيد الوزير وإصرار القطاع اللي كنتلو على المضي قدما في تنزيل هذا القانون هذا، ولا حديث عن تراجع، لأن هذه دولة مؤسسة دولة قوانين، إلا إحنا كنا غادي ندير القوانين اللي كنا نتراجع عنها. لا يستصغ الامر، القوانين فعلا ملي كتدار الممارسة تثبت احيانا خللا في القوانين، ثغرات في القوانين، لان ما كاينش تشريع اللي هو يقدر يدعي انه منزه، وهذا كيتم تدارك هذا الامر هذا عن طريق نفس المسطره، عن طريق التشريع، وهذا المتداول. اما القول بانه سيبقى الوضع على ما اؤكد لكم وبالحجة أنه حاليا لا حديث عن أي تراجع، بل العكس، الإصرار على المضي قدما في تنزيل القوانين، ولا أدل على ذلك من توالي بلاغات السيد الوزير وبيانات السيد الوزير التي يغيب فيها بجميع الصحفيين المهنيين بالالتزام بالمقتضيات القانونية بكل حذافيرها، وهناك بلاغات تفصل وتدعو حتى الذين هم في وضعية متلائمة لاحترام بعض المواد القانونية، كما هو الصدد في البلاغ المتعلق باحترام جميع الجرائد المهنية منها والملائمة والتي في وضع قانونية للبيانات الإجبارية، واللي استغل هذه الفرصة لإعادة توجيه الدعوة للمهنية على مستوى الجهة لاحترامات المبادئ اللي كتعلق بالبيانات الإجبارية. إذن بخلاصة القول هنا وبكل حسم وجزم، لا حديث عن أي تراجع، بل القانون سيمضي إلى مداه إن شاء الله. نعم، أستاذ أشرت بعد قليل أن سيكون تقويم مستمر لفئات الصحفيين والإعلاميين على مستوى الجهة، لكن هل المديرية ستتولى تنظيمه ودعمه؟ في الحقيقة هذه مسألة التكوين والتكوين المستمر هو من الأمور اللي هي من الاختصاصات اللي هي مهمة وأساسية بالنسبة لقطاع الاتصال، وهي مسألة اللي ما متروكاش الارتجال ولا مسألة طارئة، هي مسألة اللي هي كتخدع التصور ورؤية استراتيجية. وهناك مخطط عمل اللي سبق للحديث عليه ديال 2017-2021 اللي كيتحدث على التكوين المستمر، وأرصد له مبالغ مهمة و بملايين الدراهم، ووضع برامج وأبرم اتفاقيات. فكانت هناك اتفاقية مع النقابة الوطني للصحافة المغربية، وهذه الاتفاقية اللي هي تم بمقتضاها تنظيم واحد مجموعة من الدورات التكوينية، وهذه الدورات التكوينية من بعد انتهاء البرنامج هذا خضعت لتقييم، وهناك مشاريع مستقبلية في هذا المجال هذا رصدت لها أغلفة مالية مهمة على وموزعة على جميع الجهات بالتساوي. إذن هذه المسألة ديال التكوين المستمر هي مسألة أساسية، والوزارة والمديرية هي
في اغلب الاحيان كتكون هي المبادله لتنظيم هذه الدورات التكوينيه ولا المناقشات التكوينيه، ولكن هذا اللي يمنع بانها كتدخل في شراكات مع جهات، وهذا هذا مساله محموده. اي جمعيه من المجتمع المدني، اي مهنه، اي تنظيم مهني، اي جهه كان عندها شي رغبه في اجراء مثلا ولا تنظيم الدوره التكوينيه، القطاع المديريه كترحب بهاد المبادرات بحال هذه، وكتقدم لها الدعم اللازم، وكتدخل في سواء في تنسيق او في شراكه معهم حسب يعني. كان القطاع والمديريه تبقى منفتحه على جميع الاشكال ديال التكوين. نعم استاذ، انا راى ان المديريه الجهويه تم تفعيلها من سنه 2010، لكن لم نسمع بيوم تواصلي قد نبدا من طرف المديريه بلقاء عموم الاعلام والصحافه والصحفيين الجهه. ما هي الاسباب تاخر هذا اليوم تواصلي؟ هو في حقيقه الامر هو كيف ما كان الحال، المديريات احدثت سنة 2010 تفعيل ديال الاحداث ديالها ربما اخذ وقتا، وهذا لن التمس هي عذر، ولكن هي في المجمل كتبقى تجربة فتية مادام حنا غير هذا كتبقى تجربة فتية. و اللي ربما انا شخصيا انا كنتحدث على الفترة اللي أنا كنتحمل فيها المسؤولية، اللي كنأكد بأنها في المنتصف الثاني من سنة 2018، أول حاجة اللي كانت يعني مسطرها كهدف رئيسي هو اللقاء التواصلي مع 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 النهائيين على مستوى الجهة. ربما اللي أخر هذا الأمر، وربما أذكركم بأنني فعلا حاولت أنني نجسد بالملموس هذاك الإرادة ديالي، وكنت قد دعوت بمجرد التحاقي إلى عقد لقاء تواصلي، وكان حدد له المقر وقاعة اجتماعات تابعة للمجلس الجماعي، وربما حجزنا القاعة وكل، لكن كانت هناك ظروف طارئة مرتبطة بأمور الإعداد وأمور اللوجستيك حالت دون هذا، وأتيحت لي الفرصة أنه في نفس الوقت أن دعيت من طرف جمعية تحظى بالاحترام والتقدير هنايا تشمل جميع المهنيين، اللي هي جمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية، للقاء تواصلي اللي حضروا تقريبا ما يزيد على 70 صحفي مهني، وتشرفت بلقائهم وتواصلنا وقدمت لهم نفسي وقدمت مداخلة طويلة وأجبت على مجموعة من التساؤلات. وربما لغاية اليوم أنا مصر على عقد ماشي لقاء وإنما لقاء تواصلي. ربما ما يشفع لي هو أنه بطبعي أفضل، وهذا ربما يشير لكم به مجموعة من الزملاء اللي كنظنهم هذا الشيء يخصنا في هذه الشهادة، أنني لا أتوانى عن التواصل مع المهنيين بصفة شخصية وعلى مدار اليوم وفي أي وقت، ورقم هاتفي متاح لهم بدون أي تحفظ أو حرج مهما كان الوقت، وتربطني بهم علاقة شخصية وأتواصل معهم تقريبا بدون استثناء بشكل يومي، وأقف على مسافة من الجميع وأقدر وأحترم الجميع. هذا لا يمنع بأنه، أؤكد لكم بأنه سيتم العمل قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله، على تدارك أي نقص أو أي عجز قد يكون قد لوحظ في مجال التواصل مع الإخوان المهنيين، ونعتذر إذا كان هناك أي تقصير أو أي عجز، ونعد بأنه في أقرب فرصة سنكتف العلاقات التواصلية واللقاء التواصلي إن شاء الله. نعم أستاذ، ماذا أضافت المديرية الجهوية لقطاع الاتصال؟ ما هي الإضافات؟ الإضافة اللي قدمتها المديرية هو ربما استدرك واحد المسألة اللي هي كانت تؤرقنا بخصوص المديرية واللقاء التواصلية، لأنه كنا حنايا كمديرية
المدير السابق والزملاء في المديرية كانوا يشتغلون في واحد المقر اللي هو كان ربما ما كيسمحش بتنظيم لقاءات وكانت الطاقه الاستيعابيه ديالو محدوده وكان هذا والاخر ديال الزملاء راه كيعرفوا على علاش انا كنتحدث. فاللي كان حتى هو خدا مجهود كبير هو انه ركزنا المجهود ديالنا على البحث على مقر يليق بمقام المديريه كمرفق عمومي اولا ويليق بالقطاع اللي كتمثل اللي هو قطاع الاتصال بالمهنيين والزملاء ديال القطاع اللي هما صحفيين مهنيين واعلاميين. وفقنا الله سبحانه وتعالى اننا حصلنا على واحد المقر اللي هو كيستجب لهذا الطموح ديالنا وهو اللي ان شاء الله راحنا دابا بصدد التجهيز ديالو بصدد تجهيز واحد القاعه الندوات وقاعه الاجتماعيه القاعه الاجتماعيه اللي غادي تكون من اعلى مستوى ان شاء الله واللي غادي نظهرها للاشراف الصحفيين واللي غادي تسمح لنا ان شاء الله باش اننا نكتفوا هذه اللقاء التواصليه وهذا هذا من جهه. هذا اولا هو من المكاسب اللي درتها المديريه هو ان واحد المقر ان شاء الله اللي غادي يكون وغادي تكون فيه امكانيه ديال التواصل امكانيه تنظيم انشطه وعلاقات عامه كبيره ان شاء الله. اما ما هو تسترد الملموس فان المديريه هي ربما في واحد المجموعه من المسائل كتقدم الاستشاره وكتفتح الابواب ديالها وكتستقبل الصحفيين المهنيين وكتستجب للجميع الطلبات ديالهم وكتلعب الدور اللي هو مسؤول عليه في اطار التمركز انه كتقرب لهم المسافه وتعفيهم مثلا من 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 مثلا التنقل الرباط في مجموعه من الامور الاداري للجرائد الورقيه ومجموعه من المجلات وكذا. وبصفه عامه نحن متواجدون مع الصحفيين نواكب عملهم نستمع لهم نحضر معهم في الاجتماعات وفي تغطياتهم الاعلاميه ونكون بجانبهم ونقدم لهم الدعم اللازم والاستشاره اللازمه ونحل معهم بعض المشاكل الطارئه التي تقع اثناء ممارسه المهنه ديالهم. ونحن وانا شخصيا انظر الى المستقبل لان الحمد لله كما كنعاود ناكد لكم الفتره اللي قضيتها ماشي كثيره ولكن وفقني الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء شاطرته مع المسؤولين ديالي في المستوى المركزي من تشخيص الوضعيه وقفنا على الاحتياجات ورسمنا الافاق وان شاء الله احنا سنمر الى العمل وان شاء الله ساعد المهنيين بان ان شاء الله سيروا من المديريه ما يرضيه ان شاء الله فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع وبالممارسه ديالهم ان شاء الله. نعم استاذ، هل يتم التفكير في فتح مؤسسه اكاديميه بجهه مراكش وعلى مستوى الجنوب عموما تكون على طراز الهاد العالي للاعلام والاقتصاد الموجود في فيما يخص فتح مؤسسة عليا للتكوين؟ لا أخفيك هذا مطمح كبير للسيد الوزير والمسؤولين بصفة عامة فهم السيد الوزير هو من الاهداف اللي كيشتغل عليها هو تنويع العرض التكويني ومن خلال وهذا هو السبب اللي كان خلى القطاع هو انه دار واحد الدليل ديال التكوين وهذا الدليل ديال التكوين هو متاح للعموم على الموقع ديال الوزاره اللي كيبين جميع مؤسسات التكوين والمؤسسات الجامعيه العامه والخاصه اللي كتقدم التكوين في مجال الاعلام والاتصال. هذا الطموح هذا هو وارد ولكن هذا الطموح ربما قد يصطدم حاليا ربما مستقبلا ممكن ولكن هو يصطدم حاليا ربما مع امكانيات القطاع الماديه وفي حاله اخرى قد يصطدم مع القوانين والتشريعات اللي كتنظم هذا المجال هذا ولكن نحن نحافظ على التفاؤل وكنأكد بأن هذا راه من الأمور اللي داخلين في الرؤية ديال الوزارة
وربما كان البدء من الجهه ديال طنجه تطوان حسيمه اللي هي دابا ان شاء الله سيتم فيها انجاز معهد للدراسه العالي للدراسات الاستراتيجيه اللي غادي يخرج لنا خبراء واكاديميين ان شاء الله من المستوى العالي، فلماذا ان شاء الله في مدينه مراكش، ولكن في انتظار ان شاء الله انه يتحقق هذا الامل هذا اللي ان شاء الله احنا نطمح له جميعا، ومتى تهيئت ان شاء الله الظروف ديالو القانونيه والماديه فان السيد الوزير سيكون مسارعا لهذا لانه هو حريص على تنوع العرض التكويني. في انتظار ذلك نحن ننسق مع الجامعات على المستوى الوطني ومؤسسات التكوين الخاصه ومثلا الجامعات العموميه من اجل فتح مسالك في مجال التكوين في الاعلام والاتصال، وكنسقوا معهم ونحن نسعى ان شاء الله لعقد شراكات، وبهذا الخصوص ربما نحن ان شاء الله نسعى ونطمح الى عقد شراكه مع الجامعات الطبيعيه من اجل فتح مسالك جديده في هذا المجال هذا اذا تهيئت الظروف ان شاء الله وتوفرت هذا. اما الاراده فهي موجوده والحماس موجود، ونسال الله التوفيق ان شاء الله. نحن نؤسس هذا السمع البصري والسينما. هو الاعلام السمعي البصري والسينما هو جزء لا يتجزا في الحقيقه، هو جزء لا يتجزا ويحظى بنفس الاهتمام وبنفس العنايه. و أقصد باعتبار أن الإعلام اليوم يعتمد على الصورة والسينوغرافيا أكثر من أي وقت مضى. هذا هو الواقع هو أنه الإعلام السمعي البصري اللي كنقولوا بأنه هو تقريبا كل لا يتجزأ، ونقصد بذلك الإذاعة والتلفزة والسينما، وهناك اهتمام كبير ومكثف وخاصة في الفترة الأخيرة من هذا القطاع هذا، ولا أدل على ذلك من التعديل اللي هو ما تجاوزش حتى الأسبوع هذا ديال القانون ديال 77/13 اللي راه تمت المصادقة عليه، اللي هو إن شاء الله لأن كما تعلمون بأن القانون 77/13 هو اللي كيأطر وكينظم القطاع ديال الاتصال السمعي البصري، فهو نفرض عليه هذا مؤخرا تعديل في بحر هذا الاسبوع هذا، اللي ان شاء الله الهدف منه هو المواكبه ومسايرة هذا التحول التكنولوجي ان شاء الله، وتنويع المشهد. وهناك ان شاء الله الرغبه والطموح اللي ديال الوزاره وراها كتعمل بصدر العمل على خلق سجل وطني للاعلام السمعي البصري، والعمل الجاري ان شاء الله على الاحتواء قانونيا على احتواء مثلا وعلى التأطير القانوني لما يسمى بالويب راديو والويب تي في. فهذه كل جهه مجهودات اللي كتدار على المستوى التشريعي باش تاثر الاتصال السمعي البصري. وفي مجال السينما كان هناك مؤخرا وكما تعلمون ذلك كانت المصادقه على القانون اللي اعاد تحديد الصناعه السينمائيه في المغرب، واعاد تحديد اختصاصات المركز السينمائي المغربي. هذا دون حديث على المجهودات الكبيره اللي كتدار في دعم المهرجانات السينمائيه وفي مهرجانات وفي القاعات السينمائيه وفي السينما بصفه عامه. وبهذا الخصوص وبلغه الارقام القطاع قدم في سنه 2018 ما مجموعه 100 مليون ديال الدرهم لقطاع السينما لوحده، لقطاع السينما لوحده 75 مليون درهم مشات لتشجيع الانتاج الوطني، و مليوني درهم للقاعات السينمائيه ولتحديثها وجعل القطاعات السينمائيه وترقي ورقمنه القطاع القاعات السينمائيه اللي راه تقريبا وصلنا الحمد لله 100% في الرقمنه ديال هذا. وما تبقى مشى لدعم المهرجانات السينمائيه على المستوى الوطني من اجل فعلا خلق صناعه سينماتوغرافيه محدثه التي تحدث الثروه وتستقطب الاستثمار الاجنبي. واذكركم بعد الصدر بانه هذه دابا نحن في السنه الثانيه اللي راه المغرب فتح المجال لتقديم الدعم حتى للفيلم الاجنبي، واللي هذه المنظومه ديال الدعم هذه اللي حققت الحمد لله نجاح جديد واستقطبت مجموعه من الاستثمارات الكبيره
والافاق واعده ان شاء الله. نعم استاذ، ماذا انجزتم بخصوص الشراكات التي تنصب في قطاع الاعلام والصحافه والتي يمكن ان تنهض في القطاع على مستوى الشان المحلي وبمقوماته؟ هذا المجال هذا هو واحد المجال اللي احنا رحنا مركزين جهود عليه، وفي اطار تنويع الشراكات، وكما قلت لكم بان مساله الاعلام والاتصال هي مساله حيويه لبلادنا، وهي مساله ديال الاعلام الحر والمصلحه، وهي مساله ديال صناعه رائعه، وهي اللي كتخلق لنا واحد المواطن فاعل ومنخرط في الحماس اللي كتمثلوا بلادنا ان شاء الله للتقدم والازدهار ونجاح النموذج التنموي. في هذا المجال هذا كما كنقول بانه القطاع كيدير مجهودات كبيره، ولكن هو كيحاول يعدد الشراكات ديالو مع مجموعه من المتدخلين، وبهذا الخصوص والحمد لله في سعينا لتنويع هذه الشراكات، وهذا مع السلطات ومع المؤسسات المنتخبه ومع جمعيات المجتمع المدني ومع المؤسسات التعليم العالي، ما لقينا الا الترحيب وما لقينا الا الا الا, إلا, إلا يعني اشخاص وضعوا امكانياتهم وخبرتهم ووقتهم على اشارتنا، ونحن ان شاء الله بصدد وعد وضع اللمسات الاخيره على مجموعه من اتفاقيات الشراكه، ونحن نحمد الله اننا نلقي الدعم الكامل من جميع الاطراف، وخاصه من طرف السيد الوالي والي جهه مشكور الذي عبر عن وعي كبير باهميه هذا القطاع هذا، وعبر على الاستعداد ديالو للعمل معنا سويا ان شاء الله في حدود اختصاصاته كمؤسسة مالية وكذا، من أجل كل ما هو في صالح هذا القطاع هذا، وكل ما صالح المهنيين. وهذا القول يقال حتى على المنتخبين وحتى على المجتمع المدني الحمد لله، اللي واحد مجموعه ديال الجمعيات اللي عبرت على الرغبه ديالها في العمل معنا من اجل تنظيم انشطه ومهرجانات وحده، وان شاء الله حنايا سننطلق ان شاء الله في المستقبل القريب من اجل انجاز هذه الامور اللي هو تم الاتفاق عليها ان شاء الله. نعم استاذ، اخيرا وليس اخيرا وعلى نمش هذا اللقاء، نسالكم بخصوص وقع هذا الاسم على مخيلتكم الاستاذه والاعلاميه السيده امينه ابو الغنائم. كنشكركم استاذ الله يجزيكم بخير على هذه الالتفاته الكبيره، وعلى اثارتكم لهذا الاسم هذا اللي هو واحد الاسم اللي احنا كقطاع وكمديريه بصفه خاصه نفتخر به، وبصفة شخصية واخا ما تحتليش الفرصة انني نشتغل معاه كثير، ولكن الشغل اللي خدمت معاه كانت كافية لاكتشف اعلامية وصحفية واطار عالي في قطاع الاتصال في المديرية، اللي نقدر نقول هو انه عز نظيرها، لا اخلاقا ولا كفاءة ولا مهنية ولا على جميع المستويات، واللي هي احيلت على التقاعد، ودائما الحمد لله انا متفائل لان الانسان اللي يولف العطاء من بحال هذيك السيده ما يمكنش انه الا يكون واحد ان شاء الله واحد القيمه مضافه في قطاع اخر، وان شاء الله ننتظر منها ان شاء الله انها تخدم ما تقطعش الصله بالقطاع وتساهم في الرقي ديالو والنهوض ديالو من موقع اخر في المجتمع المدني ولا في مؤسسات اخرى، ولكن بصفه عامه احنا بالمغادره ديال الاخت امينه للتقاعد لحامل التقاعد افتقدنا اخت عزيزه، وافتقدنا اطارا عاليا وصحفيه واعلاميه مقتدره، لا يسعني الا ان اتمنى لها التوفيق ان شاء الله فيما هي مقدمه عليه ان شاء الله من عمل، لان هذيك انسانه معطاءه وانسانه ديال حبها لوطنها امر يعلمه الجميع، ونتمنى لها موفور الصحه وطول العمر، ونشكرها على ما قدمت لنا من بدون من من نصح وما اسدت لنا من خدمات ما قدمت لنا من دعم خلال تولينا مسؤولية هذا المديرية. شكرا جزيلا استاذ. شكرا لكم استاذتي. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.